برضو مرة تانية الناس اللي هي اللي انا عارف ان هم ممكن يكونوا مخلصين، ممكن والله يكونوا مخلصين وبيحبوا مصر وزعلانين قوي مثلا ايه لا لا من ان احنا بنوصف اللي لسه بيأيد السيسي لحد دلوقتي اوصاف يقول لك عيب دي مش طريقة تفاهم. طيب انا قلت قبل كده ان اللي مش عارف انا ما اقصدوش، بس اللي فاهم يعني انت حضرتك ما سمعتش السيسي بودانك وهو بيقول ما اقدرش احط 8 مليار ولا 10 مليار في السكك الحديديه، معيش فلوس عشان احطهم في بنك، وبعدين اعترف بنفسه ان هو عمال يبني قصور مش موجود زيها في العالم. انت حضرتك ما تعرفش ان القصر اللي بيبنيه في العاصمه الاداريه قد البيت الابيض 10 مرات؟ ما تعرفش دي حضرتك؟ ما تعرفش ان هو ما اعترفش غير لما الجزيره نزلت له، الجزيره اللي انت عمال تشتمها نزلت له القصر من بالقمر الصناعي من جوجل؟ طيب انت حضرتك لما تسمعه بيقول ان هو على مفيش علاج وهجيب لكم منين، وعلى المدارس تعمل ايه التعليم في وطن ضايع، وعلى السكك الحديد الناس تموت انا هعمل لهم ايه، وتكتشف في الاخر انه باني اكبر ثلاث قصور وحضرتك تدافع عنه، المفروض نسميك ايه؟ قول لي والله بجد نسميك مثلا ضابط بحار؟ ما تزنقش حد، ما تبقاش انت محترم او انت محترمه وتزنقي نفسك مع خنازير عشان انت مكسوفه او محرجه. يا ستي احنا كلنا مصريين، قولي انا غلط، قولي انا كنت فاهمه غلط، او بلاش كده هو انا فاهمه غلط، وتقعدي تتناقشي. لكن دول لجان بياخدوا فلوس بتزنقي نفسك معاهم فبنشتمهم، فانت تزعلي ان احنا شتمناهم، وتيجي الاقي ناس بعتري على الخاص يقول ايه احنا كنا ممكن نفهم منك بس طريقتك مش عارف ايه. يا حبيبي هو انت بتعند فيا؟ يعني هو انا بدافع عن فلوس خالد يا قناه السويس بتاعت امي الله يرحمها، ولا بتاعتك برضه بتاعت ولادك؟ يا جماعه مصايب وبلاوي لا قبل لكم بها. انا هقول لك حاجه واقفه عشان انا ان شاء الله باذن الله هبتدي من بكره، بس دقيقتين كلها دقيقتين كده. ادله خيانه السيسي، اللي بيقول ان السيسي فاشل ده بيستهبل، السيسي مش فاشل، السيسي ناجح جدا فيما هو قدم اليه. الناس كلها عماله تتكلم على القصر اللي هو بتاع المنطقه الاداريه وازاي ان هو كبير قوي ومساحته شاسعه 650 فدان، فالناس بتتكلم على البهرجه في الفلوس، البهرجه في الفلوس دي اقل حاجه، 650 فدان يعني يمكن قد جنينه الحيوانات مثلا 8 مرات، تجيب الحاجات اللي فيها الجمل والحمار وكده والاسد ومرات الاسد وكده قد 8 مرات. تخيل بقى سيسي واحد 650 فدان ليه؟ لان دي قاعده عسكريه، هو مش عامل، هو يعمل ايه 650 فدان؟ اعمل قاعده عسكريه. لو الراجل ده ما اتلحقش اقسم بالله العظيم لا هنقعد قرون قرون. فدي مش بلدك، لما بنتكلم عن النيل مش بلدك. في واحد من اللجان عارف السيسي مضى على ايه في اتفاقيه النيل؟ والله ما حد يعرف ولا قال لنا. مش السيسي هو اللي قال لنا انا عمري ضيعتكم قبل كده على ميه النيل، ما تخافوش، مش هو اللي راح يلعب كله باميه، مش هو دلوقتي جاي يقول ان احنا ضيعنا ميه النيل عشان طالبنا بحريتنا؟ يعني اللي بيطالب بحريته بيضيع منه النيل؟ ليه يا ابن الصرمه؟ ليه؟ ليه تحط نفسكم في هذا الجو الموبوء وتزعلوا؟ صح ولا مش صح؟ في حد عنده شجاعه يخش يقول اه والله انا غلطت؟ انا غلطت عشان ولادي؟ عشان بلدي؟ عشان ربنا؟ عشان ديني؟ ايا كان دينك؟ نشوفكم ان شاء الله على خير.